مصادر القبلية اليمنية التي قالت لوكالة رويترز إن طائرات حربية قصفت منطقتين في محافظة صعدة الشمالية معقل الحوثيين فجر اليوم بعد يوم من بدء تحالف بقيادة المملكة العربية السعودية لشن الهجمات الجوية. وأضافت المصادر إن القصف أسفر عن مقتل وإصابة 15 شخص من مقاتلي الحوثيين، وإن الغارات استهدفت منطقة شدا. ولازلنا مع اليمن، حيث قال العميد ركن التيار أحمد عسيري المتحدث باسم قوات التحالف العربي المشترك إن عاصفة الحزمة حققت الأهداف بعد 15 دقيقة من الانطلاق، موضحا إن العملية أنجزت كل الأهداف المرسومة لها ودمرت مواقع المضادات الأرضية على اختلاف أنواعها. وتابع في مؤتمر صحفي بثته قناة العربية مساء أمس إن القوات البرية السعودية جاهزة للرد على أي مصدر للعدوان، مضيفا إن عاصفة الحزم مستمرة حتى تحقق أهدافها. ولفت إلى أنه لا يوجد تخطيط حاليا للتدخل البري، ولكن قوات التحالف جاهزة للتدخل في أي لحظة، وهدف العملية مساعدة الشعب اليمني والعمليات مستمرة ما دامت هناك حاجة لذلك، مؤكدا إنه لا تخطيط حاليا لعمليات برية في هذا البلد. كما أعلنت اللجان الشعبية جنوب اليمن المؤيدة للرئيس عبد رب منصور هادي حظر التجوال في عدن ابتداء من الساعة 7 مساء اليوم ولمدة 12 ساعة، ودعت أهالي عدن البقاء في منازلهم والالتزام بالحظر. وطلبت اللجان طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الأهالي بعدم الخروج في ساعات النهار إلا للضرورة القصوى حتى يتم القضاء على ميليشيات الحوثي والقوات التابعة لعبد الله الصالح، مؤكدة إن ذلك لن يستمر مرة طويلا. يأتي هذا في ظل حالة الانفلات الأمني في عدن والاشتباكات التي تحدث في محيط معسكر بدر ومحاولة الحوثيين الاستيلاء على مطار عدن، كما اتفق